عسلامة، رجعنا توا باش نكملوا إن شاء الله مراحل نتاع القليل نتاع الدجاج نتاعنا. أونتخو طون الكيك نتاعنا طابت وخرج خرجناها تبرد، وباش نعملوا السوب ألونيون اللي هي سهلة وما تاخذش برشا وقت. هوني حبيت ما نعرفش إذا كان تسمعوا في صوت الدجاج كي تقلاه، في صوت التفاعل نتاع الخميرة مع الخل مع الكل، هو اللي باش يعمل إن شاء الله دقرميشة اللي حكيت لكم عليها. نجم نوريكم اللي هو في شطر تياب كيفاش المنظر نتاعو. توا فهمتوني شنو نقصد بالدجاج المقرمش من غير ما نذكروا اسمه، راهو هذاك هو اللي قاعدين نعملوا فيه توا باش يجينا دقرميشه نحبوا عليها. باش نعطيكم طريقه النار كيفاش تتحسب لهنا. المره الاولى نحطوا في نار حاميه على الاخر، زيت حاميه على الاخر، نحسبوا 3-5 دقائق، 5 دقائق سبعة، نخليوها في النار القويه. من بعد نقلبوا من الشيره الثانيه ونقصوا في النار، نخليوها يطيب على الاقل حتى 10 دقائق في نار هاديه، ومن بعد نعاودوا نرجعوا نزيدوا في النار. كي نبداو عارفين نتعداو درجين درجين لارجومون سوفيزون باش انه يكون طاب الدجاج نتاعنا. وكيف نعليه في النار توا جوست حشنا باش نرجعوا له الدقرميشه نتاعو وباش يجينا اللون الاحمر. هذه هي الدفعه الاولى باش نحيوها ان شاء الله ونعاود نحط البارتي الثانيه. اونتخو طون عندي طنجره لهوني باش نحط فيها مغرفه نتاع زبده كبيره، زبده بيان سور مانيش قاعدين نحكيو على مارغارين، باش نحطها باش نذوبها. وانا سبق واني حضرت بويون نتاع الدجاج. شو معناها بويون؟ معناها ناخذ كركاس نتاع الدجاج والا دجاج اذا كان باش نعمل بيه طاجين ولا اي حاجه اخرى ولا كفته ولا حكايه، نحط معاه كليل زعتر، نحط معاه رند ملح فلفل اكحل وكعبتين قارس، كعبه قارس معناها زوز اشتار نتاع قارس يكونوا معاه مع البويون هذاك، وماء وشويه زيت ونخليهم يطيبوا. من بعد باش نتحصل على المرقه هذيا اللي هي بالعربيه نقولها مرق الدجاج، واللي هو البويون نتاع الدجاج هو اللي باش نعمل به الصوص السوب. خذيت هوني زوز بصلات، بصله كبيره بيضه وبصله حمراء. حبيت نعمل النوعين باش اللون، كان باش نعمل الحمراء وحدها السوب باش تجيني زرقاء شويه باش تمشي تزريق، وكان باش نعمل البيضه وحدها لوكولور باش يكون لوغو باش يكون فاد. الوغ هوني حاجتي بالحروريه نتاع الاحمر، وهوني حاجتي بالابيض هو اللي باش يتغلب باش ما يجيش لون مش مزيان. وهوني البويون ديجا هو مفوح، مانيش باش نفوحها باش نخليها تطيب سله سله. اما انا باش نزيد مكون هو برانسيب ما يتحطلهاش، انا باش نحط مغرفه كريم فريش ما نعرفش نحسها مهمه برشا في السوب الونيون جوست بوغ ادوسيغ لو غو، باش لو غو يهبط شويه. خاطر كيما تعرفوا احنا مانيش مستانسين ابار المرمز، مانيش مستانسين ناكلوا في حاجه اباز دو بصل. على هذاك انا هوني باش نحاول ان نحط مغرفه كريم فريش في الاخر. هوني طب باش نحط البصل وباش نبقى نقلي فيه لين يذوب. وبيان سور ديما كيما قلت لكم كي نبداو مستحقين البصل الذايب ما ننساوش رشه الملح اللي هي من الاول. انا مش باش نحط برشا، شويه بركه خاطر البويون ديجا فيه، ومانيش باش نفوحوا البصل باش نخليه هكا يذبل شويه وباش نصب له البويون تاعنا وباش نخليه. فما ناس باغ اكزومبل تحبوا اعقد شويه وتحبوا مرحي ما تحبش ترى الكعب البصل، نجم نحطوا مغرفه فارينه معاه والا مغرفه انشي، من بعد نحطوا البويون تاعنا ومن بعد نضربوهم الكل في الميكسور نتحصلوا على فلوتي اكثر منه سوب. ربنينا وعندها منافع برشا خاصه توا مع الجريب والكل، راهو السوب الونيون ياسر منفعه وللمناعة نتاع البدن نتاعنا. هوني دجاج باش فريسك باش نخرجو، فما ريحة بنينة نتاع الفارينة المفوحة، حاجتي باللون هذايا يكون الأحمر مش شيرتين. من بعد نوريكم كيفاش باش نحط الدفعة الثانية نتاع الدجاج نتاعنا. هذايا البصل هوني قاعد يذبل، وحبيتش نفوتكم بالمرحلة هذايا نتاع البطاطا. أنا ديما نشري البطاطا الصغيرونة هذايا، انا ما نحبش الفريت وما نحبش المقلي، كي تبدا فما حاجه ديجا حاجه مقليه. هوني الدجاج نتاعنا مقلي ما حبيتش يكون معاه فريت، خذيت البطاطا صغيرونه صمتها بقشورها في ماء وبرشا ملح باش ما تبناش ماستا. ومن بعد كيف باش نحطها في الفور شنو نحط لها؟ حطيت لها نص مغرفه متاغد اللي تراو فيه بالكغين نتاعو، وحطيت لها مغرفتين كبار كريم فريش، مغرفه زبده، وعندنا مغرفه مايونيز اذا كان تحبوا والا مغرفه ياغورت، نعناع شايح وشويه بابريكا، وباش نزيدها شويه فلفل اكحل، شويه فلفل اكحل وشويه ملح.
ونجموا نزيدوهم شويه ثوم. اما انا هوني فيكو الدجاج نتاعي مفوح بالقدا، مانيش حابه يطغى برشا مطعم الثوم على البطاطا. ونعناع الشايح هو باش يقوم بالدور، باش نخلطهم مع بعضهم هذوما الكل. نجموا حتى بايديكم خلطوهم مليح، وباش ندخلوهم يتشويو في الفور نعاود حطيت لهم مغرفتين كبار كريم فريش، مغرفه زبده، نصف مغرفه موتارد موتارد بريتو، نعناع الشايح، عملت لهم بابريكا باش يعطيونا شويه حروره اللي هي الفلفل المدشش. نجموا نعملوا له شويه ثوم اذا كان تحبوا، مي انا هوني كثرت من نعناع الشايح، مانيش حابه نعمل الثوم باش يبقى مطعم البطاطا والبابريكا هما اللي غالبين. هذا سهله برشا، بعد ما صمطناها فوحناها وباش ندخلها للفور، الفور يكون سخون جوست حاجتي بالتقرميشه نتاع البطاطا على خاطر هي ديجا طايبه هكا، ومن بعد هذه نعطيوها مع اللحم مشوي مع الدجاج مع حوت مع اللي نحبه. هوني باش نخرج الدجاج نتاعي لي كويس، هوني صاي احمارو كيما انا نحب، وباش نحط البارتي الثانيه. هوني انا متاكده اللي الدجاج نتاعي طاب على خاطر ما عملناش على نار حاميه على طول الوقت وما عملناش نار هاديه على طول الوقت. هوني باش ناخذ دجاج وباش نحطه، هذه لا دوزيام بارتي. كما قلت لكم نار هاي هوني قويه باش نخليه شويه، من بعد نقص فيها. وماذا بكم كان ما عندكم ما تعملوا تقفوا بجنبه وتعملوا الحركه هذيا هكا باش ما يعمل شكل قاع لون ولا جناب لون، باش يبداو كلهم فرد لون. هوني البصل نتاعي الذبل باش نصب البويون نتاعي وباش نغطي عليه وباش نخليه يطيب، يطيب السوق نتاعنا في عقلها. هاو البويون باش تشوفوه كيفاش باش يتصب، ونغطيه ونخليه يطيب في عقله. ومن بعد كيما قلت لكم تحبوا ترحيوه تزيدوه كريم فريش، والا اذا كان تحبوها فيلوتي نجموا تزيدوها مغرفه نشا والا مغرفه فرينه. وهذايا باش نحطه في الفور، والكيك نتاعنا ان شاء الله في الاخر في الدغيساج نوريكم النتيجه نتاعو. شكرا للشيف اسماء هنيد. احنا نمشيو نواصلوا معاكم باش نتحدثوا الان على المؤتمر الدولي حول السياحه الطبيه والاستثمار في جراحه التجميل، وتحضر معنا في البلاتو دكتور نرجس الخال كاتب عام جمعيه الحب والسلام. اهلا وسهلا ومرحبا بك، صباح النور. مرحبا بك منى، ونشكر فاطمه يعطيك الصحة فاطمة، ونشكر التلفزة الوطنية واحد على هذه الاستضافة. هذا المؤتمر دونك هو نشاط تقوم به جمعية الحب والسلام. جمعية الحب والسلام رئيسها السيد فتحي الغربي، مقرها في سوسة. المؤتمر هذا حول السياحة الطبية والاستثمار في جراحة التجميل يلتئم أيام 18-19-20 مارس 2020 في سوسة. المؤتمر هذا شنو الهدف نتاعو، وعلاش اليوم يلزمنا نستثمروا في جراحة التجميل؟ هل لأنه اليوم ولات الموضة التجميل والناس الكل ولات معناتها تخمم في جمالها في أنه تكون معناتها في شكل لائق، الهدف الأساسي من هذا الكل؟ خليني نقول لك، احنا جمعية الحب والسلام هي من الأهداف نتاعها مقاومة الفقر ومقاومة السلوكيات الاجتماعية السلبية كالانحراف والعنف والهجرة السرية والفقر. هذيك علاش احنا حبينا نشوفوا مرة هذه السياحة التجميلية والصحية. السياحة في تونس كما الناس الكل نعرفوا مازالت يعني تقليدية، مازالت الناس تجينا كسياح يجينا على البحر على الشمس على الرمل. احنا نحبوا نطوروا وهو القطاع السياحة في تونس الناس الكل تعرف عنده برشا مشاكل، حبينا احنا نطوروا السياحة الصحية وسياحة المؤتمرات. وذيك علاش دونك عملناها بالتعاون مع مركز للعيون بالقاهرة. ونحب نشكر هوني بصفة خاصة الدكتورة هند المجري اللي هي في الأصل تونسية ومقيمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفي مصر، اللي هي عملت لنا معناتها علاقات مع وفود أجنبية اللي باش تحضر في هذا المؤتمر. المؤتمر هذا باش يحضروه ناس يعني وفود من العراق من سوريا من الإمارات من كندا من مصر. وهذاك علاش
دونك المؤتمر هذا مهم جدا حقيقه. ثم تبادل تجارب وخبرات، ثم اطباء معناتها في الجراحه التجميليه باش يكونوا حاضرين. شنو محضرين بالضبط؟ هو دونك هذه هو الدورة الأولى لهذا المؤتمر العالمي، عاملينه بالاشتراك مع لاسوسيسيون تونيزيان دي زوفتالمو دو سونتر، الجمعية التونسية لأطباء العيون بالوسط، تونس سوسة المستير المهدية والقيروان، برئاسة الدكتور الهاشمي محجوب اللي هو رئيس الجمعية ورئيس قسم جراحة العيون بالمستشفى الجامعي بسوسة. في المؤتمر هذه هو حقيقة المؤتمر ثري، باش يكونوا فيه ثلاثة ورشات عمل. الورشة الأولى اللي هو باش يكون لقاء بين أطباء التوانسة والدكتور اللي هو راعي هذا، الدكتور المصري اللي هو راعي لهذا المؤتمر، باش يكون معناتها لقاء يتبادلوا فيه تقنية تغيير عدسة العين. بالاتصال بالدكتور محجوب قال لنا معناتها التقنية هذه حقيقة جديدة، ويعني ماذا بينا يكون فما معناتها نقاش حول هذه التقنية. باش تكون فما زادة لقاء ثاني، ورشة ثانية بين رجال أعمال التوانسة ورجال أعمال كنديين، على خاطر في المؤتمر هذا باش يحضر السيد لويس رافائيل اللي هو رئيس الجمعية الكندية الفيدرالية للأقليات FAAVM. الجمعية هذه عملنا معها شراكة، الشراكة هذه فيها دو بارتي، لا بروميير بارتي اللي فيها تبادل الاستثمار بين تونس والكندا، والكلنا نعرفوا ما فما سلم كان يكون فما التنمية، وما فما التنمية كان يكون فما استثمار. واضح مدام، احنا اللي همنا اليوم وعندها وذاك علاش استضفناكم، اكيد معناتها الجراحة التجميلية مهمة اليوم لانه ثم برشا ناس تعرضوا مثلا للتشويه والا على اثر حوادث والا على اثر مشاكل صحية، هل انه اليوم انتم كجمعية الحب والسلام تنجموا تتبنوا الناس اللي تعرضت مثلا للحوادث وتم على اثرها تشوه في الوجه والا في احد الاعضاء، هل انه تنجموا تاخذوهم اون شارج وتقوموا بعمليات مجانيه اي ولا لا؟ بالضبط اخت فاطمه، لكن خليني نحكي لك على الورشه الثالثه اللي هي مهمه جدا، هي ورشه لانتداب الشباب الراغبين في الالتحاق للعمل بالكندا. السياحه التجميليه هي مهمه جدا، من هذا انا نجم نقول لك هذا اول مؤتمر يكون يصير في تونس، خاطر ياسر نسمع يعني بالتجميل وبالعمليات التجميليه، وتونس هي قبله للعديد من البلدان الافارقه يجي بور فير دي سوا دونتير ولا يعملوا عمليات تجميليه في خصوص دونك الوجه، لكن هذا المؤتمر يخص العمليات التجميليه الخاصه بالعيون. كثيرون هما يعني لي ستار والا التونسيات والا من الشباب التوانسه اللي يحبوا يغيروا لون العين خضراء زرقاء، دونك هذا اول مؤتمر اللي باش يخص جراحة العيون لغايات تصحيح النظر، لغايات تجميليه يعني لهنا. لكن انتم ديما انا يجيو لي اسوسياسيون، لكن انا نقول اسوسياسيون دونك جمعيه، العمل نتاعها خيري، العمل نتاعها مش فقط انها تجمع الفلوس ولا تعمل دي بارتناريا، لكن الهدف نتاعها يكون خيري. انت اول ما تحدثت قلت لي الجمعيه نتاعنا تعنى بالناس، بالفئات الهشه، بالفئات الضعيفه، بالفئات الفقيره، هل انه اليوم الناس اللي عندها تشوه خلقي والا عندها تشوه على مستوى العين بما انه اول مؤتمر، هل انه فكرتوا في الناس هذوما معناتها تنجموا تاخذوهم اون شارج والا هو مؤتمر يعني كما قاعدين يصير معناتها مؤتمرات معناتها هي شكليه فقط باش يكونوا معناتها علاقات دوليه وليت هذايا فيه جزء صحيح، لكن هل انه بما انه العمل نتاعكم معناتها من المفروض يكون خيري، هل انه خممتوش في الناس اللي يكون عندها ضرر حاصل على مستوى العين كيفاش تاخذوهم اون شارج؟ بالضبط، هي دونك جمعيه خيريه غير ربحيه، ولكن خليني نقول لك رانا عاملين شراكات مع منظمات عالميه افيك دي بايور دو فون انترناسيونو، عاملين علاقه دي بروتوكول داكور مع الوزارات الكل في تونس، وزاره المراه، وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره الثقافه، واكيد احنا رانا جمعيه مهيكله، جمعيات الخيريه انتم تعرفوا الكلهم يعني عديده في تونس، الجمعيات اللي تخدم على السلم متعددة، لكن احنا رانا معناتها عندنا حاجة خاصة اللي احنا ما نقدموش يعني إعانات عينية، احنا نقدموا ما هو أهم، نؤمنوا كلنا في الجمعية اللي بك القولة الشهيرة الصينية لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها، يعني نعطيك حوتا نوكلك نهار نعلمك كيفاش تصطاد نعلمك كيفاش تاكل طول عمرك، واحنا عاملين في الجمعية هيكلة يعني أنورغانيغرام وفيها خلية
انصات وارشاد لكل التوانسه في المجالات الكل، اللي عنده تشويه، اللي عنده اي مشاكل البطاله، اللي عنده اي مشكله ينجم يتصل بالجمعيه نتاعنا اللي المقر نتاعها كما قلت في سوسه، لحل لمؤازره كل التونسيين، لحل مشاكلهم وتحسين ظروف عيشهم. شكرا لك مدام دكتور نرجس الخال، شكرا على حضور معنا، ان شاء الله بالتوفيق في المؤتمر الاول نتاعكم، واحنا نمشيو نواصلوا معكم مختلف فقرات برنامجنا، نخليكم مع منى الان. مواصلين مع فقرة لمسات، وتحضر معنا عايدة الأندلسي وهي خبيرة في الموضة ومصممة أزياء. عايدة اليوم باش تقول لنا شنو مالي توندونس فيما يخص السراول، السراول خاصة وإحنا في فترة انتقالية وفترة ربيع والصيف، متشوقين عايدة بالطبيعة باش نعرفوا شنو هو التوندونس وشنو هي الموضة. صباح خير منى، لاباس؟ والله نجم نقولوا لي في الربيع والصيف هذايا اللي داخل، فما معناتها حاجة موجودة بصفة كبيرة برشا في السراول نتاع العام هذايا، هي لا تاي اوت. أول حاجة نبداو بها السراول كلهم تاي اوت. باهي هايلة. تاي اوت هذه خاصة إخفاء العيوب، وهو خاصة الانتفاخ البطن معناتها. سافونتاج الناس الكل معناتها فريمون. احنا باش نشوفوا على أساس الصور بالطبيعة تباعنا، ونبداو بالصورة الأولى. ألوغ الصورة الأولى هي كيما باش نشوفوا توا نتصور كلهم اللي أنا حطيتهم كلهم دي بانتالون تاي اوت، التايل كلها طالعة فريمون. سي لا غران توندونس نتاع البرانتون ايتي هذايا، وهذايا كيما نشوفوا التاي اوت السنا فما برشا او نيفو دو لا تاي السروال فيه دي فولون ولا دي درابي. سا سي معناتها سي تري جولي، و اون بو لو غارني معناتها والورد الورد 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 برشا ورد، بوكو دو كولور غي، والبنطلون لارج السنا ياسر موجود فريمون، معناتها حاجه حلوه برشا وموجوده برشا. هذايا نشوفوا اللون الابيض، والبارتيكولاريتي نتاع التصويره هذه اللي سني كيف كيف ياسر خارج اللي البونتاشوفي. فوالا لي بانتالون سني فما برشا موجود القصار شويه 7 8 وحتى كيبدا البانتالون طويل شويه نثنيوه. بوردوني لارج فما برشا تصاور نتاع لارج، خاطر سني البانتالون لارج هو لو روا نتاع لي بانتالون. هنايا كيف كيف الثانيه نتاع لو با نتاع البانتالون خارجه برشا مع دي باسكيت ولا افيك دي بتيت بوتين وافيك دي بتيت تالون، يا ربي يعلي شويه من القامه. هنايا كيف كيف البانتالون لارج، الكولور هذيا زاد تري توندونس اللي هي السني هو البرمودا. البرمودا السني ياسر خارج رجع بالكدا اللي هو الشورت طويل شويه، ونلبسوه السني اون توتال لوك معناتها اون سموكينج بالفيست نتاعو، تبدا نفس سي لو تايير برمودا. هنايا كيف كيف لو بانتالون لارج دو بانس وجون. Jeune, c'est là vraiment l'une des couleurs mais le printemps été, le jeune éphémère. Voilà. Peut-être on peut le marier à plusieurs couleurs. Le corail, taille haute kif kif. On a un choufou, les deux pinces menna ou menna, ou la forme large. La forme large, un choufou a fait le serouet le tuile ou la hatta le ksir. C'est assez. Oui, je suis avec toutes les morphologies. On a un kif kif. L'imprimé, c'est vraiment les imprimés le col maoujoudine, le fleur géométrique, le carreau, le foulard, tous les genres d'imprimés. حلو برشا، يعطيك الصحة عايدة. خلي لك تنصح للسادة المشاهدين، يمكن بنطلون لارج هذول ما يواتيش الناس الكل، شكون اللي يلبسوا اكثر؟ والله دو مومون اللي هو تاي اوت معناتها لي مورفولوجي جينيرالمون الكل ينجموا ينجم يمشي معاهم. بار كونتر في الطول اللارج القصير يقصر. دونك يفو ميو اتر غراند دو تاي، والا كيف المراه تبدا هكا قصيره شويه تلبسوا مع دي بتي تالون. البنطلون لارج طويل اون بو لو ميتر كيف مع دي باسكيت بالبلاتفورم ولا افيك دي تالون، مي كوم معناتها سنيل كلهم تاي اوت سا فا فريمون افيك توت لي مورفولوجي. نعم، شكرا ليك عايده، يعطيك الصحه، شكرا على المعلومات هذه اللي قدمتها لنا، وان شاء الله تكون حاضره معنا مره اخرى في برنامجنا. احنا باش نمشيو لاخر الاخبار الرياضيه مع زميلنا سامي المناعي وضيوفه. رجع
رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في الفقرة الرياضية اليوم نحكيه على المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة اللي كان انتصر البارح على المنتخب المغربي 4-0 ضمن الدور نصف النهائي لكأس العرب لأقل من 20 سنة اللي تقام بالسعودية. ومعنا المدرب وليد بن محمد. وليد مرحبا بك. مرحبا بك سامي ومرحبا بالسادة المشاهدين. شكرا لك وليد. يظهر لي يعني امتياز البارح المنتخب الوطني التونسي اللي كان انتصر 4-0 على المنتخب المغربي، ترشح للنهائي باش يلاقي إن شاء الله المنتخب الضيف نجم نقولوا السنغالي وصل للنهائي. زاد صحيح يعني نتيجه ايجابيه بارابور الشان اللي صارت في تونس وتحصلنا عليه تحصل عليه المنتخب لاقل من 21 سنه. أيه. اليوم يمكن كونفيرماسيون تاع الدوره ذي دوره البطوله العربيه، يمكن خلينا نقول ماتش السنغال باش يكون امتحان كبير للفريق القومي التونسي، خاصه اللي قاعد يحضر في مرحله تصفيات كاس افريقيا اللي في نوفمبر ضد المنتخب المغربي. قدم مقابلة كبيرة يعني وانتصر بإقناع، خلينا نقول المقابلة ذي نتيجة وأداء. برافو للمنتخب القومي التونسي لأقل من 21 سنة اللي يملك عديد اللاعبين الممتازين مع مدرب عنده خبرة في ماهر كنزاري وهشام السيد. أيه. عنده خبرة كبيرة يعني في خاصة في الـ U21 وكان عنده سابقة مشرفة مع ترشحوا لكاس العالم وترشح الدور النهائي كاس افريقيا، جينيراسيون تاع يوسف المساكني وحضريه وبلال عيفه. برافو المير كنزاري قاعد يخدم في خدمه كبيره مع الفريق هذا. انت ذكرت المعربيه ذوما، توا نحكيو على زياد بريمه، شهاب العبيدي، فاروق الميموني، يعني ملعبيه زاده على غرار يوسف المساكني واللي حكيت عليهم انت الملعبيه السابقين. هذا ثم حاجه ايجابيه سامي يمكن في الفريق القومي الاقل من 21 سنه، يعني كي نشوفوا كل الفرق تجيب في لاعبين من برا، نحن يمكن لاعب ولا اثنين جبناه من برا، الكل صنع خلينا نقول صنع محلي محلي يعني اولادنا من الترجي الرياضي التونسي. أيه. من النادي الافريقي، من الملعب التونسي، من النجم الرياضي الساحلي، يعني هذه حاجه ايجابيه تحسب للفريق هذا وتخلينا يعني نكتشفوا لاعبين ممتازين باش يكونوا في المستقبل الفريق القومي. وكذلك الاطار الفني ماهر الكنزاري وهشام السيد، يعني كلمه وليد على ماهر الكنزاري اللي كما قلت انت عنده خبره خاصه مع المنتخبات الشابه لتونس. ماهر الكنزاري يعني غني عن التعريف، يعني تشوف المراحل اللي تعدى بها من الترجي الرياضي التونسي، النادي البنزرتي، الملعب التونسي في قطر. ماهر الكنزاري يعرف كل كبيره وصغيره خاصه في الفريق القومي وفي الجامعه التونسيه لكره القدم، خدم مساعد مدرب في الأكابر. في الأكابر معناها يعرف كل كبيرة وصغيرة ويعرف اللاعبين ويجي. أنا ريتو قداش من مرة يجي يتفرج في الأمال تاع الملعب التونسي، يمشي يتفرج في أمال النادي الإفريقي، يعني قاعد يخدم في خدمة كبيرة وذي ثمرة عمل وثمرة تعب، الريزلتات ذي ما تجيش من فراغ. شكرا ليك. نذكروا ان المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله باش يلاقي المنتخب السنغالي نهار الاربعاء 5:30 حظ موفق المنتخب الوطني التونسي وان شاء الله يتوج بكاس العرب لاقل من 20 سنه. نحكيو الان على رابطة الابطال الافريقيه، الترجي الرياضي التونسي كان انهزم امام الزمالك المصري 3-1 والنجم الرياضي الساحلي كان عاد بهزيمه كذلك ضد الوداد المغربي 2-0. يعني كيفاش ريت زوز مقابلات هذه؟ والله يعني يمكن خلينا نحكي على مقابله الترجي الرياضي التونسي ونادي الزمالك، يعني تنهزم بزوز مقابلات بنفس الطريقه ونفس المانيير، بون يمكن تختلف المقابله ذي، الترجي بادرت بالتسجيل. نتصور اللي المشكل الترجي الرياضي التونسي على مستوى قلب الدفاع، يعني ثم سيناريو صار ما كانش يتمنى اي مدرب، اصابه يعني بدران، اصابه بدران وزيد اصابه الظهير الايسر وتغيير اضطراري ودخول شمان، بطبيعه تبدا محضر. اوكي محضر بلون ا وبلون بي، مي في البلون بي ديما يصير ديزيكيليبر خاصه المدافع، يعني كي تغير مهاجم ولا تغير وسط ميدان تنجم تصير الانتيغراسيون في الويس المقابله، مي كي تدخل مدافع باش ياخذ لي روبير نتاعو باش يحاول يعرف المهاجمين. يمكن الترجي الرياضي التونسي هزيمه خلينا نقول قاسيه بالفعل، وثم نسمع حتى في ان شاء الله نعاودوا مقابله الاهلي ومقابله الاهلي، المقابله الروتور مش شكون كيما مقابله الاهلي، لانه الزمالك خذات درس على مقابله الاهلي والترجي الرياضي التونسي 2018 باش يكون محضر مليح. الترجي الرياضي يمكن تحذير نفساني اكثر منه تحذير اخر. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي اللي كان هزم كذلك 2-0 في المغرب، كيف هزيمة قاسية مع المدرب الجديد قيس الزواغي. نعرفه يعني كي يجي مدرب جديد الفريق
ثم يعني فيزيونومي أخرى، ثم خطة تكتيكية أخرى. النجم يكون يعني النجم الرياضي الساحلي متأقلمش مع الخطة التكتيكية في الوقت الحالي، يزمو شوية وقت مع المدرب قايز زويري. النجم الرياضي الساحلي جوابل يعني مقابلة الإياب ينجم ينتصر كما نهزم في المغرب، ينجم ينتصر مع مساندة جمهوره، ينجم ينتصر. نذكروا أنه الترجي الرياضي التونسي باش يخوض لقاء الإياب في رادس نهار الجمعة المقبل مع 8 متاع الليل، وكذلك في نفس الملعب نهار السبت 8 متاع الليل النجم الرياضي الساحلي مع الوداد المغربي. حظ سعيد للترجي الرياضي التونسي وكذلك النجم الرياضي الساحلي. نذكروا جماهير أنه يلزمها تكون موجودة بآلاف لتشجع الترجي الرياضي التونسي وكذلك النجم الرياضي الساحلي من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي، لأنه هذا مش مستحيل. نحكيوا الآن على دور 16 لكأس تونس. كيف المقابلات وليد؟ والله مقابلات الكاس يمكن اوفيت بوعوده، يعني كي نشوفوا المقابلات رينا تشويق صارت ثم تشويق كبير، وهذا الشارم تاع الكاس تونس. يمكن الحاجه الايجابيه اللي عملتها الجامعه التونسيه لكره القدم في تكافؤ الفرص، فريق من الوطني اي يلعب ضد فريق من الوطني بي، ما يلعبش بالليزيت رونجي نتاعو، هذه حاجه ايجابيه تخلي تكافؤ الفرص. ثم فرق الحقيقة تألقت كما مستقبل الرجيج ضد النادي الرياضي الصفاقسي اللي كان قابق أو قوسين باش يترشح للدور الثمن النهائي، كيف الزيتونة الرياضية بالشماخ ضد اتحاد الرياضي المنستيري. ثم فرق كيما عقارب مع المستقبل الرياضي بالمرسى، يعني مقابلات عديت مقابلات ممتازة، مقابلات خلينا نقول إكيليبري. مثلا جمعية جربة ضد حمام لم بارابور ما مقابلت نادي رياضي البنزرتي وغرومبيليا الرياضية اللي نادي البنزرتي فاز بأربع أهداف لصفر. المقابلات كلها وفيت 1-1 بضربات الجزاء 2-1، يعني مقابلات كلها إكيليبري. برافو للفرق هذه اللي قاعدة تخدم واللي قاعدة تتألق، يعني كي نشوفوا حتى الفرق اللي قاعدة تلعب وصلت للدور 16 في كيما في الوطني بين مستقبل رجيش المرتبة الثانية، أنا قوافل الرياضية بقفصة في المرتبة الأولى، يعني الفرق الكل متألقة في الديفيزيون تاعها. شكرا لك وليد. نذكروا انه مازالوا زوج مقابلات في الدور 16 يتقاموا ان شاء الله يوم الاربعاء على الساعه 2. مستقبل السبيخه مع الترجي الرياضي التونسي والنادي القربي مع النجم الرياضي الساحلي. حظ سعيد للفرق هذه. هكا نكونوا كملنا فقره رياضيه لهذا اليوم، خليكم مع بقيه برامج صباحك تونسي. انك
نكملوا معكم في صحتك بينيديك. نتحدث اليوم على تقوية جهاز المناعة، ونتحدث على حاجة مهمة برشا اليوم، كيفية الوقاية من الأمراض، كيفاش ليجين دو في متاعنا، كيفاش نقوموا بالغسل متاع اليدين، هذا كل نتحدث فيه بعد في نقطة أخرى. خلينا نبدأ في البداية. نرحبوا ساعة بضيفتنا أخصائية التغذية هلا الورتتين، نقول لها صباح النور. صباح الخير فاطمة. تو وقت فطور ولا محل بهي دكتورة، احنا نتحدث اليوم على تقوية جهاز المناعة. جهاز المناعة علاش يضر؟ علاش ثم ناس ناقصة مناعة، الإيمونيتي نتاعها تكون طايحة؟ شنو هما الأسباب أولا والأعراض اللي تظهر خاصة؟ باهي، هو تناولناه قبل الموضوع هذايا ورجعنا له، خاطر فما توا العباد الكل اللي بخايفين كورونا فيروس شنو نعمل ندرا شنو، دونك عاودنا باش نتناولوه من شيرات اخرين جوانب اخرين. دونك شنو تعمل العباد الكل عندها مناعه، مش ما عندهاش، اللي لبسنا عليهم الكل عندهم دي ديفونس، البدن يدافع على روحه وحده، اما ساعات باغ مومون واحد يبدا افيبلي، فاشل، تعب شويه هكا، مرهق، ما رقدش بالكدا، ستريس، الريتم دو لا في، معناتها كلهم ينجموا يطيحوا المناعة، وزيدهم لي فيروس واللي بكتيري زاد ينجموا يطيحوا المناعة. كيفاش نكتشفوا انه الشخص جهاز المناعة نتاعو مصاب والا الإيمونيتي نتاعو طايح؟ هما فما اعراض، ما انا الحقيقه مانيش باش ندخل برشا في لي سيمتوم هذوما، تنجم تكون الفشله، تنجم تكون دوخه، تنجم تكون اونغل كاسون، شعر طايح يتكسر فيسع، تنجم فما برشا عوارض. بالتحاليل يظهروا، بالتحاليل هما يظهروا، اما اليوم باش نتناولوا جانب التغذيه وكيفاش نحافظوا زاده في معناتها نحافظوا على المناعه نتاعها وقائيا، معناتها لا بريفونسيون نحافظوا عليها بشويه بشويه، وكيفاش نعلموا صغيراتنا يحافظوا على رواحهم. هلا ثم اغذيه معينه نجموا ناكلوها كل يوم وتحاول هي بطبيعتها تساهم باش تقوي في جهاز المناعه، شنو هي الماكله هذه؟ على شنو تعتمد؟ هو احنا باش ننطلقوا من الكوجينه نتاعنا، مانيش باش نزيدوا مصروف ومانيش باش نزيدوا كيلوات، معناتها سي امبورتون زاده. دونك من كوجينتنا هي اكثر حاجه اللي يعرفوها العباد الكل اللي هو الثوم. ثوم سي ان انتي انفلاماتوار ناتوريل، مضاد للانفكسيون الكل ناتوريل، تنجم كل واحد يقشر الثوم يغسلو يحلو في اثنين باش ينحي القلب نتاعو، على خاطر فما عباد يعطيهم حريق هكا في المعده ويعمل لهم جير، ياخذوا تخش عليه حربوشه الصباح، كو سوسوا تاخذوا مع الحليب مع ياغورت مع كاس ماء، اذا تبعوا ديريكت ما يخليش شكل لين ريحتها الخايبه، والا تنجم تستعملوا في السلايت وتستعملوا في الماكله نتاعك، اما ني خير من اللي طايب. فوالا سا سي ان بوان. عندك الفيتامين سي، احنا توا وقت الفيتامين سي مالغري كو ما عندناش برشا شتاء، فيتامين سي اللي هما الخضر والغلال زاد الموجودين توا، عندنا اكثر حاجه البرتقال وبرتقال العصران، عندنا الزنباع، الزنباع تنجم تقسمه في اثنين وتاخذوا فيتامين سي، سا بوست ليمينيتي، تقوي ليمينيتي، باهيه برشا ليمينيتي. عندنا الفيتامين ا، فيتامين ا اللي نلقاوها في الخضر، نلقاوها في الكاروت السفناريه، نلقاوها في البيتراف، البيتراف تنجم تعصروا وتزيدوا الجو دورانج، معناتها يعطي لون مزيان ومطعم بنين على الاخر، نلقاوها زاده في الاصفر العظمه، نلقاوها في زيت الحوت، نلقاوها في شويه حبوب هكا نجموا، فما وحدينا فيهم خاصه فيهم دو لا فيتامين ا، فما برشا حاجات نجموا نوعوا بهم هنا، فما التاي الاخضر اللي هو بوليفينول، نجموا نغليوا الماء نرميوا التاي ونسكروا نخليوه يرتاح، نحطوا عصرات معناتها عصرات قارص ولا دي ترونش نتاع قارص ونخليهم يرتاحوا ونشربوهم، منه هو سي ان ديوريتيك ينحيك السموم الكل ودغينور وحده، معناتها واحد ينحيك السموم من البدن نتاعو، وزيد فيه بوليفينول اللي هو يسمح باش واحد تولي عنده دي زونتيكور باش يقاوم بهم اكل لي زانفيكسيون اللي يجيونا. فما زاد جنجبر، العباد مغرومين ياسر توا بالجنجبر، ناخذوه هو كيما البطاطا هكا الخشينه، نقصوه دي ترانش ونعملوه انفوزيون، زيدوه قارص ولا نعناع نعملوه انفوزيون. فما برشا ماكلات مستمده من ماكلتنا ومن غلتنا الموجوده في تونس، معناتها اللي نقولوا هو لازم اكل الغله والا الخضره اللي لونها فاقع هكا لا كولور، خاطر فيهم دي زونتي اكسيدون اللي ينحيو لنا لي راديكو ليبر اللي جينا من ستريس ومن الماكله ويسمح لنا باش ننظفوا البدن تاعنا. باش نكملوا مع اخر سؤال، تعرف انه جهاز المناعه نتاعنا وقت اللي تكون المناعه مصابه والا تكون ليمونيتي نتاعنا طايحه، الامراض سهله انه تدخل للجسم، اليوم شنو هو الطرق الوقائيه باش نحافظ
نحافظوا على الجسم نتاعنا ونحافظوا انه الامراض معناتها ما تلحقناش بطريقه سهله. كيفاش اليوم ثم فيروسات متفشيه، ثم اليوم امراض متفشيه في العالم، كيفاش اليوم معناتها اساليب الوقايه اللي نجموا نعتمدوا عليها؟ هما اساليب سامبل على الاخر ومعمول بهم للامراض الكل، معناتها صالحه لكل مكان وزمان وللصغير والقبل الكبير. ساعه الابتعاد على كل شخص هو مريض، معناتها خلي ما بيناتك انت ومسافه، مش لازم البوس الزايد اللي عندنا في تونس والفرحه الزايده، وحتى سلام باليدين، حتى السلام عليكم من بعيد ما تقلقش برشا، معناتها ماذا بيك توا في البريود هذه واحد. وبوس الصغار معناتها سختو لي بيبي اللي هما معناتها سي دي بيبي دو نوفوني، والكل ينقصوا قد ما نجموا من بوسين الصغار، هاو بوسو من فمه وبوسو من يده، معناتها هذا بوس اون با بيزوان، سورتو العائله الكبيره، معناتها مانيش نحكي على الام والبو على خاطر عندهم دو لافيكسيون بور لو انفون. نزيدوا خصلين اليدين سورتو نعلموه لصغارنا، خصلين اليدين بطريقه ناجعه، معناتها تو لو ميكرو مي بيرمي با، معناتها ما نحكش يدي هكا كهو، مش هذا خصلين اليدين، لازمك تبل يديك تحط صابون وتو برون لو تون باش تفرك ما بين صوابعك وظوافرك، ونعلموها لصغيراتنا اللي يمشيو للمكتب خاطر فاسيلمون العدوى تصير في المكاتب. العطسة معناتها مش في وجه العابد، ماذا بيك تدور وجهك والا في الكود نتاعك هكايا تعطس، والا تعطس في منديل ورقي ومن بعد تلوح. هذوما كل حاجات سامبل ومعمول بهم من قبل، جوست لازم نطبقوهم وكهو باش نقصوا هالمشاكل. شكرا ليك اخصائية التغذية هالة الورثة تانية، احنا نمشيو نواصلوا معاكم ونكملوا في الشأن الثقافي مع منى. مواصلين استضافتنا، وسعيدة جدا اليوم باستقبال سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك أختي منى، ومرحبا بكل مشاهدي التلفزة الوطنية. مرحبا بك. الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي، الخرجة رقم 7. تبارك الله كبرت. تبارك الله تبارك الله. الحلمة كبرت. الحلمة كبرت برشا هي، وحققناها والحمد لله. هو نعم. كان تحدي انه قبل كي نخرجوا بلباسنا الوطني في شارع حبيب بورقيبة كل العباد تغزر لك كانك غريب. توا وليت عادي، كي ندور بالجبة عادي. وثاني حاجة التحدي عملته انه نهارة الخرج هذية اللي يجيب غير اللباس الوطني التونسي يحس روحه غريب. ما نقبلوش. ما نقبلوش. مهم برشا هذا ترسيخ لباسنا التقليدي وموروثنا التقليدي، وإحنا فرحانين به خاصة لدى الأطفال لدى الشباب. اليوم نشوفه في شبابنا فرحان برشا. الحلمة كما قلنا سبع، الخرجة السابعة، شنو جديد فيها؟ احنا ديما نجدوا الاكثريه في التنشيط نتاعها. في التنشيط انا اول حاجه ساعة انها مش تكون من بلديه تونس، معناتها نعم. مكان جميل جدا، معناتها يواتي صحيح التظاهره. تدخل تشوف الاركيتكتور نتاع بلديه تونس، مشكوره سيده سعاده الرهيب اللي ضيفتنا بحذاها، ومش نخرجوا من عندها هي. ثاني حاجه اخترنا حاجات انه تكون، ما نقولش في الكلور، نقول ديما تراث تراثيه، حاجات تراثيه. خدمنا خدمنا كيما نقولوا احنا السلمي، خدمنا الحضره اللي ترافق الوحده. ما السنه باش نعملوا بالعيساويه، خدينا الطريقه العيساويه باش تخرج معانا باش نظهروا، خاطر العيساويه بيدها فيها نوع من الفرجه ترافق الخرجه هذه من ناحيه. ثاني حاجه انه قاعدين نطحوا للعالميه. تقول لي كيفاش؟ يقول لك احنا مثلا ناخذ مثال واحد ما خرج من امريكا، نعم، نحبوا 16 مارس يخرج للعالميه من تونس. معناتها من تونس انا قاعدين نطمحوا وقاعدين نخدموا حتى مع المنظمات العالميه انه يكون هاليوم هذا 16 مارس يوم عالمي، والعالم الكل يولي يخرج باللباس التقليدي. حاجه مزيانه برشا، قاعدين نخدموا لها وان شاء الله نوصلوا لها. كيما وصلنا رسخنا الهويه وتقاليدنا وعاداتنا ولبستنا في تونس، باش نطمحوا للعالميه ان شاء الله. نهار اذا الخرجه التونسيه لخرجتنا رقم 7، يمكن شنو هو اللي يميز؟ كما قلت التنشيط مهم برشا، يمكن قداش تتوقع عدد الحضور؟ والله احنا ديما عندك ما بين 800 1000 حاجه كيما هكا. يجيو التوانسه هي دعوه،
يجيو ناس احتفلوا بالهويه نتاعكم. راهي حاجه مزيانه برشا دوك نشوفوا الصور. نعم. معناتها كيفاش لا قاعدين نشاهدوا على الشاشه بالطبيعه. كيفاش تزين شارح بورقيبي يزين باللباس الوطني، شيء حاجه وازين من اللبس موجوده في العالم. نعم صحيح، وتنوع كبير في الموروث اللباس التقليدي التونسي الحقيقه، حاجه حلوه برشا الهويه بتاعنا ورجوع بقوه خاصه تو حتى بالنسبه للحرفيين المصممين الازياء التوانسه رجعوا برشا 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 للموروث بتاعنا. هذيك نقولوها نضال جمعيه التراث لمده 7 سنوات كامله. فهمت؟ نعم. مش وصلوا العباد يشوفوا الفيسبوك نهار 16 مارس تخش عليه قالوا طير يعني. الناس كل تلبس وتمشي ومعناتها من غير ضغط من غير اوبليغاسيون. ناس متطوعه، ناس حب فك الشيء هذاك. والحاجات اللي بها انه مانيش وحدنا. مش واحد برشا جمعيات بتشارك معنا موجوده. السياره التاريخيه حسن نقدم نجيب لك السياره التاريخيه باش نقصد معناتها بلبستنا هذه نركب في الكراب تاع عام 30 و40. عندنا زاد جمعيه هن ايمن شريف اللي باش تاثرنا المعرض نتاع الحرفيين. الحرفيين باش نشجعوا الحرفيين نجيبوهم يعملوا ديزاتيلي غاديك سي بلاس باش نشوفوا الصنعه التقليديه نتاعنا ونشجعوها باش يكون فضاء كبير برشا باش نثوه وباش نقوموا بعرض كبير في شارع بوريبه نهارتها. والحاجة المهمة برشا قلت باش نوصلوا للعالمية انه استدعينا برشا سفراء ولباوا الدعوة عملناهم حضروا معنا 5 دول بسفراهم بالجالية نتاعهم باللباس نتاعهم. معناتها ولات الخرجة التونسية خرجة عالمية باش تلقى الجزائريين باش تلقى المغاربة باش تلقى الليبية باش تلقى جاونا حتى من سوريا ويوغوسلافيا. نعم. جاو. نعم. معناتها باش تشوف حاجة منوعة. اي حاجة منوعة واكيد فما تظاهرة اخرى باش تحكي لنا عليها في نفس السياق. الخرجة التونسية ما قلت لك تهدف معناتها في جمعية تراثنا اللامركزية. فما جمعية تراثنا فرع صفاقس في كرتوركي باش يعمل الخرجة الصفاقسية. المرة الثانية هذه ونجحت برشا عملناها باش نعملها نهار 14 مش كل نبداو نهار 14 معناتها ساعتين نتاع العشية ونجموا يدخلوا الناس على الفيسبوك من كل وقت ما يسمعش باش نعطيهم الاتينيرير بالضبط قداش باش يمشيوا في صفاقس. هذه في صفاقس الخرجة صفاقسية. وعندنا زاد تظاهرة مع جمعية تراثنا فرع الكيف مع نوال الشعبوني اللي باش تعمل ندوة، ندوة كان بنهارين تقول فيها بعاداتنا ولبستنا نزينوا لمتنا. فيها كيفاش رسخوا الهوية، كيفاش محاضرين كبار باش يجيو، فما مسرحيين، فما فنانين، مدة يومين باش تصير في الكيف. المعهد الفنون الدرامية بالكيف باش تصير حاجة كبيرة زادة تنشوفوها زادة مزيانة. وإن شاء الله مش اليوم غدوة نهار الأربعاء. الأربعاء عندنا مسجد جهوي مشكور السيد الوالي تونس اللي كل عام يسخر مسجد جهوي كامل. نعم. للخرجة التونسية والأيام الصناعة التقليدية. نعم. وبعد هي عندنا ندوة صحفية. شتم علاش ندوة صحفية هذه مهمة برشا لكم أنتوما وصحفيين زادة لازم باللباس التقليدي. لا والله يجيبوا اللباس التقليدي. يجيبوا اللباس التقليدي. أي عندي برشا اصحابي صحفيين. ما فما اسمه فما يقول لك كود معناتها دريس كود في بعض السهرات لما لا زاد في الندوه الصحفيه بما ان نحتفيوا بتراثنا هي البرشا. مع سي عزيم بن يعقوب جمعيه كارتاج اللي باش يعملوا ماراثون 100% نسائي نهار 8 احتفال بعيد الوطن للمراه باش يتم في سيدي بوسعيد. هي باش نكونوا احنا حاضرين. مش باش نجري واحنا المرحله باش نكونوا باللباس الوطني نتاعنا سواء في الندوه الصحفيه نهار الاربعاء او في نهار 8 نهار الاحد ندوه بينا الناس تكون متواجده نسير كل تكون موجودين في. نعم. في سيدي بوسعيد باش يعملوا الماراثون نتاعهم. واحنا ندعو نعم اخر كلمه نعرف مزروبيه كل التوانسه الكل نهار 15 مارس ان شاء الله التوانسه الكل بلباسهم الوطني يجيوا معنا من بلديه تونس حتى يجي المسرح البلدي باش يكون فما نشيد وطني. التوقيت نبداو من 8 نتاع الصباح حتى يجي ساعتين خاطر نوصل نقولوا احنا 10 بلدية تونس 11 جامع زيتونه ونص النهار بالضبط نكونوا في دروج المسرح البلدي مرافقه بالجيشنا الوطني باش نرفعوا العلم. نعم. نعملوا النشيد الوطني وتكون احتفالات كبيره ان شاء الله مع السيده سعد الرحيم والسيد شادلي العلاقي ولي تونس. شكرا لك سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعيه تراثنا بالتوفيق وكما قلنا معناتها ان شاء الله ديما منورين بلباسنا التقليدي. شكرا لك. اذا احنا تو باش نمشيو بحذا فاطمه والشيف ودبارتنا اللي حاضر وأكيد تستنوا فيها.
نرجع معكم بحذا شيف أسماء. وصلنا تقريبا لنهاية ختام برنامجنا لليوم. شيف أسماء حضرتنا ماكلة بنينة برشا، تعودنا الرسيت متاع الكيك من الأول قلت لي لك ما خلطش عليها. الكيك هنا المول صغير، أنا أم خالتي بعطيت رسيت متاع أربع عظمات، نعود لكم أربع عظمات، كيس سكر، أنا عملت كيس ناقص خاطر عوضت، عملت نص كيس سكر وعملت نص كيس شامية، وإلا نجموا نعملوا في بلاصة السكر زادة فاطمة عسل. باهي نعاود أربع عظمات كيس السكر والا مكاس مخلط شاميه وسكر، عندنا كاس زيت زيتونه، كعبه ياغورت والا كعبه كريم فريش والا كاس زيت، نجموا نبدلوا كل وحده كيما نحبوا، معاها زوز كيسان الدقيق نتاع البسيسه نتاعنا، بسيسه دروع والا بسيسه قمح والا بسيسه حمص، ومعاهم كاس فرينه حشنا بشويه جلوتين، وحده خميره، وعملت انا شويه زبيب وشويه دقلة على خاطر يخرجوا مع بعضهم في وسط البسيسه، وعندنا هوني الدجاج المقرمش نتاعنا على الطريقه الحرفيه عطيتها لكم، عطيتكم السر نتاع باش كيفاش تنجم تجيكم تتقرمش بصفه غريبه وطيب من داخل. لاستيوس الاولى هو ان نفخوا الدجاج نتاعنا نبيتوه ليله كامله في ماء وخل وسكر وملح، ما نخافوش من السكر، راهو السكر جوست يخلي الدجاج نتاعنا يطيب مخير مش باش يعطينا مطعم. نعاود ماء خل سكر وملح يبات ليله كامله فيهم، ومن غدوه نحيوهم الماء هذاك نحطوهم في وسط فرينه مفوحه، فرينه فوحتها بشويه فاح نتاع الدجاج كليل وزعتر وشوشو. شكرا ليك اسماء، تقريبا وفي الوقت، ان شاء الله الغوسيت نتاعنا لليوم عجبتكم، مشكوره الشيف اسماء هنيد. احنا نمشيو نواصلوا معاكم باش نخليكم مع نشره الظهيره للانباء. شكرا لكل من ساهم في رسم صوره طيبه، نرجو ان تكون قد نالت اعجابكم.